السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في قناتي على اليوتيوب، قناة عمر لاندسكيب المتخصصة في التصوير الفوتوغرافي. كيف عرفتكم في الفيديو الأول؟ أنا هاوي تصوير، بحب التصوير، وقاعد بقدم هنا محتوى اللي هو له خص في التصوير، إن كان كيفيات التصوير وكل هاي الشغلات، أو عرض صور، أو دروس اللي هي جدا مبسطة لتعديل الصور والتصوير. أول شيء شكراً جزيلاً على التفاعل على الفيديو السابق اللي هنا على حسب رأيي أكثر من شو كنت متوقع، واليوم عملت لكم الفيديو الثاني اللي هو راح يكون شوي مختلف عن الفيديو الأول، وراح أعرض فيه أحسن 6 صور من سنة 2022. كيف بنعرف إنه كل واحد بيعمل إشي معين؟ بحب دائماً إنه يكون عنده نوع من التقييم الذاتي للسنة اللي قبل كيف مركت، وبحب إنه يعرض الإشي ويجدد الإشي عشان يستفيد ويخلي الناس برضو تستفيد من إن كان غلطاته أو الشغلات المليحة اللي عملها. فهذا هو الفيديو اللي راح نعمل فيه هذا الشيء. بحب أذكركم تعملوا لي لايك للفيديو، كومنت في آرائكم بأي مرحلة بالفيديو أو بهاي المرحلة، كمان سبسكرايب للمحطة عشان دائما يجيكم كل إشي جديد. بحب تعملوا لي فولو على حسابي على الانستغرام اللي راح أحط لكم إياه هون، اللي بنشر فيه كل إشي هناك، بنشر فيه ستوريات اللي عن الأشياء الجديدة اللي قاعد بحطها، بنشوف في بوستات للصور الجديدة اللي بصورها، بنشوف في ريلز كيف انتم بتعرفوا، وبتقدروا تتواصلوا معي إن كان بالكومنتات تحت أو على حسابي على الانستغرام. بنروح على الانترو وبنبلش في الموضوع. تمام، بنبلش بالفيديو تاعنا وراح نفوت في موضوع الفيديو. أول فئة راح أعرضها هي فئة الصور من الصيف اللي أخذتها بين شهر 5 لشهر 9. كيف أنتوا شايفين عندكم الصور الآن؟ راح أحطها قدامكم على الشاشة، هاي الصور اللي أنا اخترت منها، إني أختار منها. كيف شايفين؟ أغلبها صور لغروب، لأنه هذا الإشي اللي بيميز الصيف بشكل عام، أو البحر أو هاي الشغلات. الصورة اللي أنا اخترتها لـ 2022 كأحسن صورة في الصيف هي صورة الولد مع دراجته الهوائية، اللي بسبب الشمس بنشوفه كأنه ظل. الصورة أخذتها في ميناء يافا. كيف شايفين؟ أنا حاططها هون قدامكم على الشاشة. راح أحط لكم اللينك تاع الصورة تحت في الإنستغرام للي بده يروح يشوفها ويتفرج عليها ويحفظها عنده. أنا حبيت الصورة بسبب الظلال اللي كانت منعكسة دائما اتجاهي، فالشمس كانت تسقط الأشعة تاعتها على عمدان الكهرباء كيف شايفين احنا هون، وعلى الولد وعلى البسكليت، فانت بتشوف الصور كأنه معتمة على الآخر، بس بتشوف الانعكاس تاع الشمس على البحر، وبتشوف الألوان الرهيبة، وصورة صيفية متميزة عن جد، يعني واحدة من الصور اللي أنا جدا فخور إني أخذتها. الكاتيجوري الثاني اللي أنا بحب اني اعرضه عليكم هي صور من الداخل. حقيقة انا مش كثير باخذ صور في الداخل، يعني في داخل مبنى او في داخل مكان او لمبنى بشكل عام، اكثر صوري في الطبيعة، بس هاي الصورة كانت جدا مميزة. كنت في المسجد الاقصى وتحديدا في المصلى القبلي، ولاحظت الباترن او الشكل تاع السجاد والتكستشر تاعه والنسيج تاعه قديش هو حلو، فقررت اخذ الصورة اللي هي جدا سيمتريت وجدا متماثلة للارض. بحط الصورة قدامكم وكيف الناس قاعدة، والممر اللي بين العمدان اللي بيبين كثير من تفاصيل المسجد والجمال المعماري لإله، وكمان العمدان. طبعا المسجد هون موجود في الجهة اللي هي جديدة وعملوا لها تحديث بعد حراق المسجد الاقصى في أواخر القرن الماضي، وجدا حبيت هاي الصورة، وهي صورة جدا قريبة علي. ننتقل للفئة اللي بعدها، وهي فئة اللي أنا حطيتها بفئة اللي هي أنا جدا بحب، هاي اللي هي تصوير الأشجار. وبشكل عام لما أصور شجر أنا بدور على اللي هي أوبجكت واحد أو شجرة واحدة اللي هي معزولة عن طريق خلفية معينة أو عن طريق بواب أو عن طريق أي إشي ثاني اللي يبرز شكل الشجرة اللي بالأمام، ما يبرز الأشياء اللي وراه. طبعا هاي الصور اللي أنا اخترتها حطيتهم هنا قدامكم، وهذول أحسن صور. الصور كلهم مأخوذات من طريق بين سراييفو وموستر في البوسنة والهرسك، لما رحنا كنا هناك في شهر 9 في رحلة اللي مركنا الطريق
الجبلية بدل لا نمرق الطريقة العادية، لأنها كانت أحلى والظروف الجوية أكثر مشوقة وأكثر فيها شغلات للتصوير. الصور هذول من قرية ريفية لتلك البيت بعيد عن الثاني، يعني كيلومترات مرات. الاختيار تاعي للصورة، الصورة هاي اللي هي صورة الشجرة اللي وراها الجبل ومن فوق الضباب، ليش اخترت هاي الصورة؟ أول إشي لأنه في نوع من السيمترية، شكل الشجرة أول إشي اللي هي عامل من تحت يعني مقصقصة، ما في لها شوائب أو فروع طالعة، وكمان شكلها، وكمان الحب الأصفر اللي موجود على الشجرة معطيها شوية جمال، وكمان شكل الضباب اللي موجود فوق بعت التدرج للصورة، إنه من فوق بياض على ضباب، بعدين بتصير تنزل تنزل تحت شوي شوي مع الجبل تنك تلك السهل، وبعدها تيجي الشجرة كأنها هاي لحالها بنص الصورة. ولما تيجي تطلع على الصورة على المحل، انت لما تيجي تطلع على المنظر بتطلع على عينك، بتروح على الصورة بتطلع عليها بشكل خصوصي. يعني هذا انا حسب رأيي هاي من احلى الصور اللي اخذتها في 2022. طيب وصلنا احنا للصورة الثالثة حكيناها، وبحب اذكركم انكم تعملوا لي لايك وسبسكرايب وكومنت، وكمان تعملوا لي فولو على الانستغرام عشان دائما يوصلكم كل اشي جديد وكل الفيديوهات الجاي اللي ممكن اتعلم في مجال التصوير، وممكن تكون فيديوهات زي هاي اللي هي نقد ذاتي او استعراض صور، وبالمستقبل راح يكون فيديوهات من التصوير نفسه، من لما اطلع على صور راح اصور الطريقة كيف بختار الكومبوزيشن، وين المحلات اللي بطلع عليها ان كان هنا في البلاد او برا البلاد. بنكمل على الكاتيجوري رقم 4 واللي هو الفئة الرابعة، راح تكون صورة لاندسكيب اللي هي مش لشجر، يعني القصد صورة اللي تعرض منظر طبيعي او ممكن في تدخل لإنسان، اللي هو بيكون منظر شاسع او وايلد يعني وسيع. هذول الصور اللي انا اخترتهن اللي قدامكم، الصور الثلاث كمان من البوسنة والهرسك. حقيقة أنا اخترت بين صورتين، الصورة الأولى هي صورة الجسر الموجودة هون، هي من حديقة موجودة في البوسنة والهرسك جنب سراييفو اسمها فيرلو بوزني، اللي فيها يعني ربيع البوسنة واللي فيها أنهار وفيها بجاعة وفيها كثير شغلات تتصور. المشكلة إن رحنا هناك لشي مرحلة إنه ما في ضوء، لهيك الصور شوي نويزي يعني مش كثير واضحة، وهذا السبب اللي خلاني أختار الصورة الثانية اللي هي صورة الدار اللي هي موجودة على في الجبال. كمان الصورة أخذناها كيف الصورة بتاعت الشجر من نفس المنطقة، من منطقة الجبال بين مستر وسارييفو. الحلو في الصورة أول إشي إذا بنطلع الضباب اللي جاي نازل من الجبل فوق، البيت القديم اللي بالنص اللي ما في حواليه إشي ولا أي أثر للحضارة، وكمان إذا بنلاحظ السناسل الحجرية اللي هي موجودة عاملة زي خطوط زي شكل زد، فهذا الاشي جدا رائع وجدا بيعطي لما اي انسان او اي شخص يجي يطلع عليها عينه بتصير تمشي مع الخط هذا عشان تشوف لوين بيوصل لحد ما توصل على البيت اللي هو الاضاءة مسلطة عليه. حسب رأيي من احلى الصور اللي انا اخذتها وكثير حلوة من الطبيعة. طبعا بينفع تحكوا لي رأيكم، هل كنتوا بتختاروا هاي الصورة ولا الصورة اللي قبلها ولا الصورة اللي بيّنت من الثلاث صور اللي تحيرت بينهن، ودائما ممكن بالكومنتات تحكوا لي رايكم. الفئه اللي قبل الاخيره هي فئه الكلوز ابس، وحقيقه هي فئه المفضله، يعني انا بحب الصور الماكرو او التقريبي على الاخر اللي بتورجي كثير تفاصيل في الصور، اللي كثير بيكون فيها ان كان الوان او عدم الوان بس بيكون فيها نوع من التفاصيل اللي بتاعت الجماليه للصور. حقيقه هون انا تحيرت كثير لاني انا بشكل عام لما اروح على غابه او على اي محل في الطبيعه دائما بنتبه للتفاصيل الصغيره اللي بتكون على الارض، إن كان فطر إن كان نباتات معينة اللي بحب أنا أصورها وإني ألقطها. فهاي الصور اللي أنا اخترت منهن خمس صور، حقيقة الاختيار كان جدا 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 صعب بينهن لأني كل هاي الصور أنا بحبهن. قسم من الصور أخذتهن هون عنا في البلاد، وقسم أخذتهن في البوسنة والهرسك. اختيار يوقف على هاي الصورة، اول اشي بسبب الشكل تاع اوراق الشجر انه اني جايات في يعني اكثر من ورقة وعملات شكل حلو، اللي كل ورقة
إلها لون مميز، إن كان درجة خضار معينة أو درجة صفار معينة، كثير تفاصيل. كمان شغلة إنه كل ورقة بتأشر على اتجاه مختلف. الصورة أخذتها بأحد الغابات في البوسنة والهرسك في الرحلة الأخيرة. طبعا البوسنة كانت المحل اللي أخذت فيه كثير صور بتجنن، لأنها محل يعني جنة من جنان الأرض ومن أحلى الدول اللي زرتها. وهاي هي الصورة، بتأمل إنه عجبتكم. طبعا كيف كل صورة قبل، احكولي إذا أنتم كنتوا بتختاروا صورة ثانية أحلى من هاي، أو إذا عندكم رأي ثاني. هيك وصلنا للكاتيجوري الأخير، واللي أنا حسب رأيي هو أحلى كاتيجوري بالنسبة لي، لأنه جدا استمتعت فيه. هذا الكاتيجوري هو كمان كلوز أبس بس مع قطرات ماء. أنا بهاي يعني أنا كثير بحب أطلع أصور ما بعد المطر، لأنه في ظواهر اللي بتشوفها، إن كان قوس قزح، إن كان قطرات ماء على النباتات، إن كان رطوبة معينة، ضباب، فدائما في عندك ظروف مميزة لما تصور ما بعد المطر. أنا اخترت هاي الكاتيجوري، هدول الصور اللي أنا بوريكم إياهن. طبعا جدا 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 صعب الاختيار ما بين هاي الصور كلها، وصور يعني منوع بين صور اللي هي جاي في الطول أو صور اللي هي جاي في العرض وايلد على الآخر. الصور أخذتهن كمان في البوسنة الهرسك، كمان هنا في البلاد. أجدد صورة منهن هاي أخذتها قبل أسبوع، بآخر يوم في شهر 12. الصورة هي قريبة جدا من هاي المنطقة اللي أنا عايش فيها، من مدينة أم الفحم، اللي حبيت منظر قطرات الماء. بس الصورة اللي أنا عن جد اخترتها لتكون صورة السني في قطرات الماء اللي جاي على النباتات ما بعد المطر، هي هاي الصورة اللي أنا جدا حبيتها، عملت عليها ريل على الانستغرام، راح أحط لكم اللينك تاعه تحت، بينفع تفوتوا تشوفوه. الصورة هي كلوز أب، قطرات الماء اللي شكلها جدا مميز، شكل بلوري على أوراق الشجرة هاي اللي هي جدا خضراء. أخذت الصورة من مدينة اسمها فيسوكو، اللي إذا سمعتوا عن في منطقة في البوسنة والهرسك اللي قالوا إنهم اكتشفوا فيها هناك أهرامات، زرنا المنطقة وكان جنبها غابات اللي هي جدا رهيبة وجدا حلوة وجدا غنية في التنوع الطبيعي، لدرجة إنه هناك لقينا ثعلب مثلا اللي ماشي، لقينا أنواع حيوانات معينة، وكمان لقينا غزلان. فالصور هناك جدا رائعة، والتنوع النباتي جدا رائع، وكان بعد يوم ماطر جدا، فقطرات الماء كانت بعدها على الأوراق، وقدرت أخذ هاي الصورة اللي أنا جدا بحبها. طبعا إذا عندكم أي رأي ثاني لصور ثانية اللي ممكن حبيتوها، ممكن تحكولي عنها. كمان الصورة اللي عملت عليها تعديل في الفيديو الأول موجودة ضمن هاي الكاتيجوري، واللي هي جدا حبيتها ومن أحلى الصور اللي حطيتها هون. طبعا كل الصور بنفع تشوفينها على فيديو على حسابي على الانستغرام، رح احط لكم اللينكات تاعت الصور الفائزه تحت في الديسكريبشن، بينفع تفوتوا تشوفون وتشوفوا الصور الثانيه. بينفع تحكوا لي كمان مره في الكومنتات اذا انتم عندكم اي راي ثاني بالنسبه لصوره اللي انا اخترتها، وانتم شايفين انه واحده ثانيه احلى منها او بتستاهل انها هي عن جد انها تكون احلى صوره في الكاتيجوري هذا. واخيرا اللي هو مش كاتيجوري بس عده صور اللي انا يعني ما اخترتها كاحسن صور، بس اللي بشوفها جدا رائعه اللي أخذتها خلال سنة 2022. الصورة الأولى هي صورة الطائر النوراس اللي أخذتها من روما في إيطاليا. الصورة ملاني تفاصيل لطائر اللي ما كان يخاف منك، كان يوقف جنبك وما يتحركش حتى لو أنك حاولت أنك تبعده عنك. الصورة الثانية هي صورة من بلدي عثمانية جدا قديمة في ريف البوسنة والهرسك، بعيد شوي عن مستار، قريب جدا من شلالات كرافيتشا. هي بتبين النهر اللي بيمشي في البوسنة والهرسك، وكمان المساجد العثمانية والقلاع، وبلد رائعة جدا. فيمكن هي مش أحلى صورة، بس هي كاش في منطقة جدا كبيرة، لهذا السبب حبيت أحط لكم إياها. الصورة الثالثة هي من فيرلو بوسني، ربيع البوسنة، منتزه موجود اللي فيه بجع، حبيت هاي الصورة تاعت البجع اللي بتحاول تطير من المي. والصورة الأخيرة اللي بحب أحط لكم إياها هي من الشمال، من الجولان السوري، اللي هي صورة لغابة ملانة في أشجار البلوط والسنديان، وملانة طحالب على الأرض. المنطقة جدا رائعة، بس ليه ما اخترت الصور اللي من هناك صور جدا حلوة أو اخترتها؟ لأن الظروف الطبيعية ما كانت
مناسبة، يعني محل زي هذا أو صور التصوير جوا الغابات اللي كثيفة فيها الأشجار بتحب إنه يكون شوية ضباب عشان يكون حزل بين الشجرة أو الإشي اللي بدك تصوره لبين البيئة المحيطة للمحل. فما اخترتها، بس صورة جدا بحبها وبس بحسها دائما ناقصة لأنه ما كان فيها ظروف طبيعية اللي كنت أستناها. طبعا حطيت أكثر من صورة هناك على حساب الإنستغرام، بنفع تروحوا تشوفوا. وهدول الصور اللي حبيت أني أورجكم إياهم. أخيرا شكرا جزيلا لكم، وصلتوا معي لهذه المرحلة من الفيديو. بتأمل إنه الفيديو كان عجبكم وتستنوا الفيديوهات القادمة اللي راح تنزل. بتأمل تعملوا لي سبسكرايب لايك وتحكوا لي رأيكم في الكومنت، وكمان تعملوا لي فولو على حسابي على الإنستغرام، واللي هناك راح نشوف فيه كل شيء جديد وكل التحديثات اللي لها خاص بالتصوير. تستنوا كل شيء قادم. إذا خالفتوا رأيي في أي واحد من الصور كمان بنفع تقولوا لي في الكومنت. وشكرا لكم، وفي أمان الله نراكم في فيديوهات